بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا في الدرس قبل الماضي تحدثنا في الدابة، وهذا قادنا لنتحدث في موضوع الدجال. ومع أن هناك مواضيع ممكن تكون اليوم أهم، إلا أنه المطلع على الواقع اللي خصوصا في عالم الإنترنت تجد أنه في كثير من الناس بيدخلوا في هذه المسائل وبيشوشوا على فكر الشباب، ويقود هذا إلى التشكيك في السنة. سبق لفتنا الانتباه في الموضوع، الخطورة تكمن في أن يكون هذا الدجال أو غيره من أبواب اللي بيدخلوا لها للتشكيك في السنة، وهذه قضية خطيرة. موضوع السنة التشكيك فيها، وإحنا بنعرف أنه يعني علم أصول الحديث هذا العلم، إذا اليوم بده إنسان بعد المدرسة يتخصص في الجامعة 4 سنوات ثم ماجستير ثم دكتوراه، بتخرج دكتوراه وهو يا دوب ايش قادر انه يكون بيعتبر نفسه متخصص في هذا العلم. وتصوروا لما يكون كثير من المتطفلين على هذا العلم بيدلوا بدلوهم، وما اسهل انه يقولوا هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا ضعيف، مع أنه هذا علم زي أي علم من العلوم دائما المتخصص هو اللي لازم يكون له القول الفصل. لأنه كثير بتسمع من بعض الناس اللي ممكن يكون مظهرهم كمان بيعطي أنهم يعني هم مهتمين بالعلم الشرعي، ممكن يضعف أحاديث صحيحة أو حتى يضعف أحاديث متواترة ويحكم عقله في أنه يحكم أنه هذا الحديث أنا شايف مش معجبه أو في تناقض، فعلى طول بينكر الحديث. لذلك احنا دائما ننصح أنه الناس تأخذ العلم على أهل الاختصاص، كل علم له ناس هم مختصين في المسألة، مش مسألة لعب. هذا علم أصول الحديث، أصول الحديث هو علم كما قلنا يحتاج إلى تخصص لسنين طويلة طويلة حتى في النهاية نحكم أنه هذا حديث صحيح أو ضعيف. في المرة الماضية تحدثنا شوية في موضوع الدجال، بس جيد برضو أمر ثاني ألفت الانتباه إله، من علامات أهل البدع أنك تجدهم بيأخذوا في الضعيف وكثيرا ما ينقضوا على الصحيح. إذا الحديث الصحيحة خالفت أهواءهم وأمزجتهم ومنهجيتهم في التفكير بيحكموا عليها على طول بالضعف، وإنها مش صحيحة وإنها مكذوبة كمان. بعضهم بكونش مؤدب لما بحكم على الأحاديث الشريفة بكون مكذوبة، يعني صار متأكد هو إنها مكذوبة. وتجدهم بتمسكوا أحيانا بالضعيف، وخصوصا في التاريخ. فهذا من علامات أهل البدع، تشوفوهم إيش ممكن يقووا الضعيف ويضعفوا الصحيح. والجيد أنه ننتبه أنه علماء الحديث بتميزوا، علماء الحديث عبر تاريخ الأمة بتميزوا أنهم أولا لما كانوا بيبحثوا في صحة الحديث من ناحية السند، إيش السند اللي هم الرواة،
الرواة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بين الراوي هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون في واحد اثنين ثلاثة أربعة. من أحاديث الدجال على فكرة من أحاديث الدجال في مالك مالك الإمام اللي بتعرفوه عن نافع عن ابن عمر شوفوا عن الرسول قديش بعيدة هاي ملاحظين هذه بيسموها السلسلة الذهبية على فكرة هذه السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر قريب كثير مالك عن نافع عن ابن عمر تمام السلسلة الذهبية هاي في من أحاديث الدجال سلسلة ذهبية اللي هو وكما تلاحظون إنه ممكن حديث معين بدهم بعض الناس يستشكلوه طب استشكلتوا أنتوا حديث معين أو حديثين أو ثلاث أو عشرة طب ما هو في 20 ضعيف وأكثر كمان في موضوع الدجال لأنه حديث الدجال كثيرة جدا كثيرة جدا وقلنا أنه موضوع الدجال ونزول المسيح عليه السلام ما دول في 44 صحابي رووا الموضوع 44 صحابي طيب ماشي اللي مش عاجبكم أنه هذا زي إيش زي إحنا مثلا لما واحد بيجي بيجوا اثنين بيشهدوا اثنين بيشهدوا بننظر بنجد هذول الاثنين اللي بيشهدوا من أهل الصلاح ولم يجرب عليهم كذب وأمور من هذا القبيل وما قدرنا نطعن بشهادتهم لأنه دير بالكم مش كل من شهد ممكن نقبل شهادته لأنه إذا قدرنا نطعن في الشهادة ونشكك فيها حتى لو كانوا اثنين وحتى لو كانوا ثلاث بإمكاننا نشكك في الشهادة طيب إحنا ماشي فقدرنا نشكك في شهادة بعض الشهود قدرنا في حادثة معينة نشكك في شهادة بعض الشهود العدول ممتاز تيجي انت تقول اذا كل شاهد بده يكون مرفوض لانه انت شككت في شهادة هذول ثقات وقدرنا نشكك في شهادتهم طيب تصرفها او يعني تعممها على الباقي هذا اللي بيحصل ما. ليش لانه في هوى في هوا هو بده ينكر نزول المسيح وبده ينكر طبعا هذا بمعنى مع بعض مرتبات مع بعض على فكرة الدجال ونزول المسيح ويأجوج ومأجوج هذول مربوطات مع بعض لذلك غالبا اللي بينكر الأول هذا بينكر اثنين ثلاث واللي بينكر رفع المسيح بينكر الدجال وبينكر يأجوج ومأجوج مش لأنه لم تصح الأحاديث في أمور ثانية مثلا في سمعته في ميرزا غلام أحمد هذا القادياني اللي الآن له أتباع بيسموا نفسهم الأحمدية هذول طبعا المجمع الفقهي حكم بكفرهم بس هم ممكن يخدعوك لأنهم بأخذوا أحاديث البخاري ومسلم وكل شيء تمام والقرآن وكل بس العبرة إيش لما بفسروا القرآن الآن العبرة لما كيف بيفهموا الأحاديث فهذا ميرزا غلام أحمد اللي توفى 1908 وادعى النبوة ادعى أنه نبي وتوفى 1908 والآن أتباعه مقسومين أكثر من فرقة منهم الأحمدية اللي هم الآن موجودين وبروجوا عنا في بلادنا قاعدين في بعض المناطق خصوصا في الشمال طول كرم وهالمناطق هذيك سور باهر كمان كبائر إيش الكبائر الكبابير قصدك هذا الكبابير مش كبائر كبابير في منطقة الكبابير قصدك طيب هذا مثلا شو قال في موضوع يأجوج ومأجوج هذا ما هو ادعى انه المهدي وادعى انه هو المسيح طب الان كيف بده يواجه الاحاديث بقول عن نفسه المهدي بعدين ما كأنه ما عجبوش المنصب طورها لصار المسيح نفسه طب كيف بده يتعامل الان مع قضية رفع المسيح اذا تورط في قضية انه المسيح لم يرفع تورط في قضية لم يرفع وفي ناس على فكرة من المسلمين بيقلدوه في هذا الباب لأنه بيقول عن حاله وطبعا فيما بعد تورط في إيش إنه من يموت في الدنيا لا يرجع من يموت في الدنيا طبعا ليش قالها يعني هي وقع أتباعه في مشاكل كثيرة تصوروا الآيات القرآنية قديش صريحة في قضية إنه في ناس الله أحياهم في الحياة يعني كانوا ميتين ومنهم اللي كان يحييهم المسيح فمش كان المسيح يحيي الموتى أجوا حاولوا يفسروا يحيي الموتى على غير وجهها
طلعنا لهم طب يخرج الموتى، ما هو مش بس يحيي المسيح بالفولها. طيب وبعدين، طيب خذ أربعة من الطير لا كلوا هذه لا هذه لا، احنا فسرناها سابقا مش بهذا، مش بهذا، وانما انا قصدي قول المسيح عليه السلام اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. طيب وبعدين شو بصير؟ من الطين بنفخ فيه شو بصير؟ طير. هايو هاي بحية من التراب، بفسروها بقولوها بتورطوا. طب والعزير اللي اماته الله 100 عام ثم بعثها، بيحاولوا يقولوا شو يعني اماته. طب والحمار اللي كان ميته انظر الى الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، اي مشكلة والله. طب هاي وطيب هاي وطيب هاي هذا موجودي. فهذا ميرزا غلام احمد مثلا في الدجال شو قال؟ قال الدجال هم بشكل عام الغربيين الاوروبيين وبالذات بريطانيا، هذول الدجال. وطبعا بفسر شو يعني كيف الدجال. طب وحمار الدجال، باخذ الضعيف الان، باخذ الضعيف انه حمار الدجال قديش بين الذان والذان؟ 40 ذراع. فبقول لك هذه الطيارة، هذه الطيارة حمار هذا طلع فيها مين اول ما طلع فيها؟ الميرزا وجماعته. طيب انكروا الرافع وانكروا بالتالي ويعجوج ومأجوج طبعا بدهم يفسروها، لانه الزلمه مات 1908. طب وين نزول وين كذا وين كذا وين كذا وين كذا، مشكله. والان بيحاولوا ايش دائما يقولوا النصوص مشان. طيب وجدنا بعض المسلمين مثلا انه قضيه بريطانيا هي الدجال، في واحد طلع اخذ الفكره منهم شويه، موجود على الانترنت وفي بعض الناس قال بتتابعه، بغض انا بحبش اذكر الاسماء، قال بيقول انه المسيح كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث انه المسيح كم يوم بقعد في الارض، المسيح الدجال اقصد، كم يوم؟ 40 يوم كايش؟ كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني اسبوع، ويوم وباقي ايامه زي ايامكم. تمام؟ شو بقول هو؟ بقول انه في اليوم اللي كسنة وفي اليوم اللي كشهر بيكون المسيح الدجال في بعد غير عن بعدنا، فمنشوفوش احنا. احنا منشوفه وانت لما بصير في البعد اليوم كأسبوع وباقي الأيام، أما اللي يوم كسنة هذا واللي اليوم كشهر بيكون في بعد ثاني لا نرى نحن. طيب قال اليوم اللي كسنة، طبعا راح على الجزر البريطانية، هو مش أنا مش موضوعي هو الزلمة، أنا كتبت مقال في صفحتي على الفيسبوك في الموضوع هذا لأنه الناس سألوني بسألوني بنضطر نجاوبهم على الموضوع، بيّنت هذه المسألة. اليوم على فكرة اللي كسنة هذا بريطانيا والجزر البريطانية اللي كان محبوس فيها الدجال، وفي دير طبعا ما هي مسيحية، والفترة السنة هاي الاستعمار البريطاني وكيف وعد بلفور ومحاولة إعادة اليهود. هذا الدجال كان وين في هذا اليوم؟ في بريطانيا. اليوم اللي كشهر انتقل للولايات المتحدة، واليوم اللي كأسبوع بنتقل هون. وين بنتقل هون؟ لما بنهار الدولار، لانه هو لما كانت بريطانيا بتحكم العالم كله كان اقتصادها وعملتها هي الماشية، بعدين مين ورثتها؟ ما هو الدجال. مين الدجال؟ اذا بنتقل عنده يوم هو كان ايش بريطانيا، هذا اليوم كسنة معناته المدة اللي كانت فيها الدولة العظمى، بعدين اليوم الكشهر هذا الولايات المتحدة طبعا، وانتقل القوة الاقتصادية وين؟ قوة العملة للولايات المتحدة. وشو ببشرنا هو؟ انه لما بنهار الدولار بنتقل الدجال لاسرائيل هون وبحكم العالم، الان وبسمي حاله مسلم. الان ببشرنا انه اسرائيل بدها تحكم العالم بعد ما انهار الدولار، بتصير عملتها هي العملة اللي المسيطرة لمدة اسبوع. اذا يعني الولايات المتحدة من الحرب العالمية 1945 لعبين ما ينهار الدولار هذا شهر، قديش بيطلع الاسبوع معناته؟ لانه هو بيعتبر الولايات المتحدة. وين تنتقل الدجال للولايات المتحدة؟ 1945. الان لحد الان موجود الدجال في الولايات المتحدة مش هيك؟ وعملتها مسيطرة. وانت بنهار الدولار يعني بجوز كسنة سنتين على فكرة او اقل حتى انهار، يعني من 45 ل تمام، هاي يقولوا 70 سنة، الشهر 70 سنة قسم على قديش معناته اسرائيل بدها تحكم العالم
وعملت قال هاي اسرائيل اللي بتنهار قاعدة واللي هي اصلا بتستمد قوتها من الحبل السري هذا اللي مربوط الغرب لها الجنين هذا. الجنين هذا ان تقطع الحبل السري بموت هذا بده يحكم العالم. هذا اللي ما قدرش يتقدم خطوات في غزة هذا بده يحكم العالم هذا وعملته كمان. شوف شوف هالبشر هاي اللي قاعدين الاشكال بنشوفها. وشيخ ومسلم وبيحكي بال بالشريعة قالوا وطبعا بتشوف غيره بطريقة ثانية. وبالتالي بتوهوا هالشباب. ليش تتوهوا انتوا؟ انتوا خذوا من اهل الاختصاص وهيو والله سبحانه وتعالى بيسر لكم انكم تكتشفوا. طيب انا بدي اساله سؤال بس سؤال واحد بديش ارد عليه لاني انا كتبت شوي في الفيسبوك في الموقع. بس سؤال واحد لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه الدجال بده يكون 40 يوم اول يوم ايش كسنة شو الصحابي خطر في بالهم على طول؟ قالوا له طيب هذا اليوم اللي كسنة بيكفينا فيه يعني 5 صلوات في اليوم اللي كسنة؟ قال لهم لا. شو يعني اقدروا له؟ اقدروا له بدنا نقدر تقدير. معناته مش باكين نصلي احنا؟ مش هو طب ما هو مش هو بيقول الدجال بيكون في بعد غيبي وانه الدجال كان في بريطانيا و45 انتهى وانتقل للولايات المتحدة. طب هذه الفترة اللي كان كسنة اللي سألين الرسول على انه 5 صلوات بكفي قال لهم لا هاي في السنة يعني 5 قال لا اقدروا لا. طب ما حصلت شيء وين تصارت معنا احنا وين تصارت معنا هذا اليوم اللي بدنا نقدر فيه تقدير مش نصلي وفق الشمس بس هاي الحالة بتكفي ولا بتكفي؟ لانه هو مخير يا بياخذ الحديث يا بتركه مش هيك؟ اما بده مش هيك؟ يا بياخذ الحديث لانه هذا الحديث انت اخذت فيه. طيب وهو في نصه شو بيقولوا له؟ بكفينا 5 صلوات في هذا اليوم اللي قال لهم لا بكفيش. طب شو نعمل؟ قدروا له. هون مع انه مش موضوعنا الان بس خليني على وجه السرعه من اغرب الفتاوى اللي انا بسمعها بتفتى لإخواننا الموجودين من المسلمين في الدول الشمالية لأنه بتعرفوا أنتوا إذا وصلنا إحنا القطب الشمالي بصير فيه إيش ست شهر نهار. إذا موجودة هاي اليوم اللي كسنة على الأرض الآن كمان موجود ولا مش موجود؟ يعني موجود ولا مش موجود هذا اليوم اللي كسنة يوم الليلة؟ ما هو شو معنات يوم اليوم في اللغة وفي القرآن؟ يا بتطلق من ضمن اطلاقاتها يا بتطلق على النهار او على النهار والليل. يعني الشهر كم يوم؟ كم يوم الشهر؟ 30. اذا النهار والليل تمام. بس سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسومة. هون بصير هاي في ليالي معناته في نهار. بس هون اليوم اللي كسنة هيو موجود ما هو اصلا على الارض هذا اليوم اللي كسنة مش معناته بقصد يبدو انه ممكن يصير انحراف في محور الارض مثل ما انه لحظوا الان موضوع 6 اشهر ليل و6 اشهر نهار هذا معناته ممكن انحراف في محور الارض. احنا الكلام هون عن نهايات الزمن على فكرة هون نهايات الزمن هاي. وبالتالي ما بيصيرش اشي جديد على الارض بس بتغير الموقع بس موقع 6 اشهر بعد ما كانت في القطب لمدة سنة بتقعد وين في مناطقنا بجوز هون واضح لانه هو كل حركته في من الشرق بعدين بنقول منين بيجي من الشرق وبيجي بيقضى عليهم في فلسطين يقضى عليه في فلسطين. اذا بصير محور الارض بصير في خلل. اما مش انه بتعرف الارض شيء جديد لا ما هو موجود قلنا اليوم اللي هو 6 اشهر وست اشهر ما هو هذا يوم هاي سنه. طيب قلت انه من الفتاوى الغريبه لكبار علمائنا لحد الان اللي مش قادرين يستوعبوا انه لما بيسالوهم الناس عن الصيام في رمضان بيقولوا لهم في عندنا 23 ساعه نهار بيقولوا لهم صوموا 23 نصوم ال 23. طب ليش ما نقدر له؟ قال لانه لا زال في تمايز بين ليل ونهار. شو يعني تمايز؟ يعني خلال 24 ساعه في ليل وفي نهار. النهار 23 ساعه والليل ساعه او العكس ممكن يكون الليل ساعه مش قصدي الليل 23 والنهار ساعة تمام؟ فصل الشتاء بصير النهار اللي هو طيب شو يعملوا هدول الناس؟
بفتوهم انه بفتوهم لحد الان انه صوموا 23 ساعه او 20 او 19 بفتوهم هيك. ليش؟ الان انا بدي اعكسها حتى اوريكم انه هم بهذه الطريقه بينسخوا شريعه الشريعه بينسخوا الشريعه. عارفين كيف بينسخوا الشريعه؟ بهذه الفتوى المخترعه من عندهم اللي اسمه تمايز، قال بالليل والنهار. طيب وفي اليوم اللي بتطلع الشمس في ساعه بصوموا ولا بصوموش؟ قال بصوموا. انت بتسمي اليوم صيام، الساعه صيام، الساعه صيام. طب ما هو اكل قبل ساعه الا خمس دقائق لما يعني السحور. بيجي عباله الواحد فيكم ياكل بعد ساعه؟ هذا اسمه صيام. اذا معناته انتم قاعدين تنسخوا الصيام، يعني بتكون مش حدا يصوم صفه وانتم مش دارين، مش قاصدين هم. بس هذا التناقض اللي بيظهر من ايش؟ من فتاواهم. اعكسها انتم، انت بتخلوه يصوم 23 يوم، ها 23 ساعه في النهار. طب انا بدي اعكسها، لما يكون النهار ساعه شو بتعملوا؟ قال بصوم. قال لانه في مرات بيجي عليه ايام بصوم 23، خليه الان يصوم ساعه. يا عيني، وين رمضان هذا؟ كم سنه بده تيرجع رمضان؟ كم سنه بده تيرجع رمضان ويصومون الناس؟ ابو ساعه بصوم او ابو ساعتين بصوم، وابو ثلاث صايم هذا، وابو اربعه صايم. اذا انتم الغيتوا الصيام، ما عادش الركن مش موجود، افتتوا لهم ما يصوموش. ليش؟ ما هي رسول قال قد يقدروا لا. منين جبتوا هالتمايز هاي؟ يتمايز. وذلك احنا افتينا بما يلي لما شفنا المنطقه اللي كان يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم باقي الايام زي ايامكم، واقدروا له معناته اقدروا له زي ايام الصحابه، يعني المنطقه اللي احنا فيها هاي. فوجدت انه فيش نهار اقل من 12 اثنين، وما تصوم اكثر من 16 حتى لو نهار وخلاص. لانه احنا مش عبيد للشمس، احنا مش عبيد للشمس، احنا في عندنا يوم بدنا نصوم فيه ونفطر يوم ونطيع الله. اما الشمس والله موجوده مش موجوده، تفاصيل مش هي هذه علامه. الشمس علامه، تنسخوا انتم العباده من اجل الشمس والقمر؟ ايش علاقه الشمس والقمر؟ طب ما هو في 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 في, في, في ما فيش مي بتيمم، ما فيش. طيب بتيمم، ما هي اشاره. طيب وغم علي فاتمه. طب ممكن لما نتم احنا نكون افطرنا في او صمنا في شوال او هاي عماد. لا طالما قبله ما هم هون بيقول لك صار في تمايز، في عدم تمايز بين ليل ونهار. فهالنهار هذا اللي بقعد شهر، اللي بقعد شهر وهي نهار بيقسموا. طيب خلصنا، هيكم بتقسموا. دقيقة شيخ باسم، هيكم بتقسموا هاي النهار اللي كشهر، مش في عندهم مرات النهار بيكون شهر وفي ثلاثة اشهر كمان؟ طيب مثلا وفي ست اشهر، ممتاز، ما احنا صرنا قادرين نعيش هناك اصلا. طيب ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ قالوا منقسمين زي مكة. خلاص ممتاز، مثلا بتقسموا زي مكة، لما بيختل الميزان قسموا زي مكة وخلصنا. منين اخترعتوها هاي التمايز؟ هاي؟ ما هي الخيط الابيض، ما هي موجود في الست اشهر وفي الاربعة اشهر، ما هي بقسموها، ما هي موجود الشمس. ولا يعني صوموا ساعة؟ لا مش القضية الليل ونهار، القضية انك انت بتصوم في الاربعة وعشرين ساعة وبتفطر. بناخذ احنا تقديرات مكة وخلاص، وانا درست مكة وجدتها زاد شوي عن 16 او نقص شوي عن 16 ماشي. اما يقعد يقولوا 23 ساعة، طب اقولكم افتوا للي راكب في الطيارة وهو لاحق الشمس يظل صايم. طب وين تبى افطر؟ عبين ما يصير 24 ساعة ولا ايش؟ طب اني لاحق الشمس ومش عم بتغيب الشمس. ابو حنيفة اختصاص، والشافعي اختصاص، واحمد اختصاص، ومالك اختصاص، واختلفوا ولا ما اختلفوش؟ جاوبني. خلاص، اذا لك، وبالتالي الله سبحانه وتعالى اذا احنا بناخذ اهل الاختصاص، لانه حتى الاطباء لما بنعرض عليهم الواحد وبيعطونا، دقق معي الان، وبيعطونا اكثر من وجهه نظر، منروحش لعامه الناس، منظلنا في اطار شو قالوا الاطباء. وانتم بتشوفوا الاختصاص، لا مش هيك، انتم بتظلكم في اختصاص الاطباء، مش بتروحوا لغيرهم. فانتم يا شيخ باسم خليك في اهل الاختصاص، ما هذا الكلام اللي بنقوله. ايوه ضمن، الناس يا شيخ باسم، اي قول يقوله اهل الاختصاص
يعتمد على فتوى معتبرة هو شرعي، معتبرة هو شرعي، طالما انك بترجع لأهل الاختصاص يصبح الامر. واهل الاختصاص ايش؟ بجوز بعض الناس تقولوا لي اهل اختصاص ولكن مش ثقات وبايعين حالهم وبايعين دينهم، هاي الله سبحانه وتعالى بيخليكم تشوفوهم في لحن القول وفي اشكالهم وتصرفاتهم وتفاصيل، وانتوا شايفين ما شاء الله الان صار يبين من هالمشايخ هاي اهل اختصاص بجوزهم من الثانيين، بس الله بفضحهم وبفضحهم وبوريكم انهم هم منافقين وبيبيعوا بيشتروا في الدين. فاذا بنظلنا على نفس الموضوع، انت بتاخذ من اهل الاختصاص. طيب بعض الناس كان قال لك حيرتنا، هدول بيقولوا هيك وهدول بيقولوا هيك. يا اخوي لا ما حيرناكش ولا شيء، طالما اللي هدول وهدول من اهل الاختصاص الثقات خذ باي واحد. وانا لذلك اللي بده هو حضرته يصوم 23 ساعة بقولوش لا، بس انا بدي افهم ناس ثانيين انه بامكانكم تصوموا في فنلندا 16، بس بدي هذا اللي يفهموه. اما والله اذا هو حب يصوم 23 انا مالي، بس لازم يفهم انه اله مخرج. ولذلك الاختلاف اللي بصير بين هو اختلاف كان في التوحيد، اختلاف في انه الله واحد، الاختلاف في اليوم الاخر، في اساسيات العقيدة ابدا. طيب اختلاف في السرقة يعني حلال ولا حرام، اختلاف في الزنا يعني ولا في الفرعيات، ما هو اصلا الاختلاف في الفرعيات، الاختلاف في الفرعيات. فاحنا مثلا في موضوع الدجال انا باخذ من اهل الاختصاص في التصحيح والتضعيف، بس باخذش منهم في الفهم، لانه الحديث في الفهم ما له علاقة بالسند هذا. بعد ما انت تبلغني السند تقول لي صحيح، الكويت بصيروا اهل الفهم، مش ضروري يكونوا مختصين في الحديث. هيك بتقول لي هذا الحديث صحيح والحديث له معاني، هذا انا مش بالضرورة اكون مختص بالحديث حتى افهمه، انتبهتوا؟ لانه انا في اختصاص. فبتاخذ من اهل الاختصاص في التصحيح والتضعيف مثلا في الفهم. الان طب ما هو الفهم لازم يختلفوا في الفرعيات، المسلمين لازم يختلفوا، هذه رحمة. ومنقول كمان مرة، انتوا كنتوا تلاحظوا في رمضان لما يجوا بعض الاخوة شو يقولوا؟ بيقولوا انه اذا بلعت البلغم بتفطر، واذا ما كذا. اذا قلنا لهم اسمع انا بقول لك بتفطرش، خلصني بتفطرش ابلع ماشي. طيب باجماع الامة، باجماع العلماء كلهم، هذا اللي اخذ فتوى معتبرة صيامه صحيح. حتى عند اللي بيقولوا البلغم هذا بيفطر من كلهم. طيب هو مأخذ باجتهاد، اجتهاد ناس ثانيين بيقولوا لا صيامه ايش؟ اللي بيقولوا صحيح صيامه، بيقولوا صحيح. طيب افرض اني انا شفت الامام، انا افرضوا اني انا متبني انه الدم نزول الدم بيبطل الوضوء، افرضوا هيك شفت الامام لما دخلت المسجد، شفت الامام قاعد بمسح بدمه وبيجوا تلامذته حتى بمسحوا له الدم وبعدين وقف وقال الله اكبر، ايش؟ طب انا اصلي وراه هو مش متوضي؟ لا صلي وراه، لانه لو كان بتبنى انه الدم ينقض الوضوء كان راح توضى، طالما ما توضاش معناته ماله، هو يرى انه نزول الدم لا ينقض الوضوء. اذا صلاتك انت يلي الدم بينقض الوضوء وراه صحيحة، فهمتوا شو المقصود؟ وراه صحيح باجماع العلماء، ها باجماع صلاتك انت صحيحة وراه، حتى اللي بيقولوا انه الدم يبطل الوضوء طالما هو متبني القول هذا. انتبهنا ايش الفكرة؟ فبالتالي ممكن. وبعدين يا شيخ باسم كل العلماء لابد يكون لكل عالم شذوذ، بشر طبيعة البشر بشذوا في شغلات معينة، يعني بتمسك في منهم تمسك عليه مماسك هون هون هون، بس هذا لا يلغي انه عالم واعلم منك كمان يلي مسكت عليه شذوذ. يعني ممكن انت تمسك عليه شذوذ وانت اقل منه، بيحصل، لانه هاي طبيعة البشر، هاي طبيعة البشر. فهذا باختصار اذا فيما يتعلق في مثل ما لاحظنا الاحمدية كيف بيفسروا. طيب احنا كنا كنت انت بدك تسأل من النرويج، سألتك عن هذا الموضوع بالذات. انا جاي خصوصي عشان استفسر منك مباشره، قضيه الصيام هذه ما في اشكال، بتصوم 23 ساعه
لكن الصلاة أنا قلت لك إنه كنا نصلي. باختصار باختصار عفوا أعطيك ماشي ماشي. مثل ما بتشتغلوا في الصيام اشتغلوا في الصلاة. وين بيبدأ الفجر؟ وين بيبدأ الفجر؟ قسموا اليوم، قسموا اليوم زي ما هو مقسم في مكة. واليوم عندكم أنتوا أصلا، في بعض الناس على فكرة خليني أوضح هون، في بعض الناس أفتوا إنه لا بتأخذ أقرب منطقة معتدلة. شو أقرب منطقة معتدلة؟ ما هو كل ما طلعت أنا كل ما تغير. هاي مشكلة، هاي مليون مليون حساب فيها. هاي إيش كل ما أنا طلعت هدول لحظة، هدول بصوموا 19 وربع 19 ونص 19 20، إيش أقرب منطقة؟ أنا أقرب منطقة هاي. لا بتأخذ مكة، تأخذ مكة. ولذلك أنتوا لاحظ أنتوا صلوا على مكة. شو يعني مكة؟ وأنت عندكم اسمه صبح اللي بتصوموا منه وبتقسمه. ولعلمك مثلا أعطيك كمثال بسيط، هو أصلا عندنا هون من وقت أذان الفجر لحد طلوع الشمس هو نفسه، من وقت أذان المغرب لأذان العشاء هو نفسه. هدول قد بعضهن لأنهن عكس بعض على فكرة، عكس بعض. بتطلع الشمس عفوا بتطلع النور، أول شيء بتطلع النور نور الشمس، بعدين بتشرق. وهون بتغيب الشمس، بتغيب الشمس عكس بتشرق، وبيظل نورها موجود قبل ما يجي العشاء. هدول قد بعض لازم يكونوا، هدول قد بعض اللي هم ايش من وقت طلوع الفجر. لا ففي الاوقات الابعاد بينهم، انتوا بتاخذوا الابعاد، قدروا الابعاد واكتبوا للناس، اكتبوا للناس وبينوا لهم هذه الاوقات، خلاص بصيروا ماشيين على الاوقات. اما يقعدوا هم يخترعوا لي يفرقوا بين صيام وصيام وصلاه، ليش يفرقوا بين صيام وصلاه؟ ليش؟ ما هو اختل لما بيختل النظام في له بدائل في الدين، بدائل في الدين كثيرة في موضوع لما بيختل شيء في لنا بديل. فهون اختل الوضع. ايش انت زي ما قلنا، لا والله لا والله في نهار من ساعة اصلي خمس صلوات، انا نهار ساعة انا اصلي خمس صلوات في ساعة، وانت طيب شو اسمه، وانت بدي ما بخلص الخمس صلوات اللي هي لا عندهم بيعرفوا هم طلوع الفجر بيعرفوه. ايوه صحيح ممتاز. هم على فكرة ممكن يصلي المغرب وما يفطرش. هاي تناقض، هاي مش هيك؟ ممكن يصلي المغرب وما يفطرش قال. طب بتصلي المغرب ليش انت؟ قال لاني انا مقدر مقدر الصلوات. طيب ما هيك صليت المغرب ليش ما افطرتش؟ اذا المسألة التقدير وانت بنستخدمها احنا لما بيختل النظام الموجود. اصلا هذه المنطقة بسموها اللي ظهرت فيها الدين بسموها المنطقة المعتدلة، مش هي المنطقة المعتدلة تقريب هذه المناطق. فخذ انت مكة وخلاص، ما هو قال لهم الرسول وباقي ايامه زي ايامكم، مناطق يقدروا له، يقدروا له حسب ايامهم، حسب ايامهم يقدروا له، حسب ايام اللي بخاطبهم في مكة. أيوة. هناك بصيروا صلوا على مكة وباقي الأيام يعطونا فتاوي إنه صلي. طيب وذا الله، وذا الله مبتليكم أنا مالي. هيا بقول لك في الثلاث أشهر بقسموا لك إياهن زي مكة. طيب ماشي، لا أنتوا عارفين على مين بتردوا، واتصلوا في مليون مرة، وأنا كاتب أصلا فتوى وحاططها في أعلى الصفحة في صفحة مركز نون من سنين طويلة، واللي بيرفع تلفونه بنقول له وخلصنا. يعني بده يحطها بالكم في ركبتي، انا لا ما بنحطش في ركبتي شيء لاني انا اصلا مقتنع انه هذا هو صح، مش بركبتي، وبالتالي صيامه صحيح هو، وانا كمان عندي حجتي. يعني مش معتبر انه يعني لما بفطروا بركبتي، لا ماني مفتي صح ماني اصلا، وانا اصلا ما ترددت في حياتي بفتوى، يعني ممكن اتردد في اي فتوى الا هاي الفتوى، هاي الفتوى لا اتردد فيها لحظة واحدة. يعني ممكن مرات الانسان يجد بعض الفتاوى مش ماسكها مزبوط ويتردد، هاي متأكد منها. ليش؟ لانه مقابلها نسخ الشريعة، نسخ الصيام في الايام اللي هي نص ساعة وساعة وساعتين، قال هذا الصيام، قال هذا الصيام. اذا هذه كيف بيعرف المآلات؟ طيب احنا هي انحرفنا عن موضوعنا بس لا بأس. يعني المهم انت شو عملت، رديت علي ولا لا؟ احنا الفلسطينيين كنا من 4 سنوات بنصوم على مكة.
احسنتم. ما هم مسلمين الجنسيات الثانية مش مصدقين بالفلسطيني. طيب كيف التواصل اصبح سهل؟ فليش اهل التخصص ما يكون بينهم تواصل في الامور المهمه هذه تعمل اشكاليه ويخرجوا بزبده في الفتاوي للناس اللي رايحين بالامور؟ هو صحيح هذا كلام نظري. ليش؟ لانه من الصعب مرات لم انه احيانا تختلف العقول وهات تحلها. وهي المجمع الفقهي مرات بيسيطر عليه بعض الرؤوس الكبيرة وهات مشكلة كمان. ما احنا يعني المجمع الفقهي انا احترمه تماما، لكن في اجتهادات ما بفتيش فيها لاني فاهم انه تصويت مرات بتصير تصويت، بكون هون اللي صوتوا مثلا 50 في هذا الاتجاه 49 في هذا الاتجاه، اذا هاي فيه بقولوا ما هي مرات القرارات وببينوا لك في المجمع انه هذا القرار اجمعوا عليه ولا ما اجمعوش. طب انا كيف في اشي بيجمعوا عليه بدي اقول لا علماء الامه كلها؟ اما لما بشوفهم مختلفين خلاص ممتاز زيهم هيو بختلف، زي ما اختلفوا في بعض الندوات في قضيه البخاخ الربو، هذا بفطر ولا بفطرش؟ بخاخ الربو في ناس قالوا لا بفطرش وناس قالوا بفطر، وعلماء وسمعوا من الاطباء وسمعوا من الصيادله وتفاصيل كله. فخلص صرنا نفتي الناس انه الربو ما بفطرش. الآن المجمع درس الندوة الفقهية الطبية اللي صارت في المغرب سنة 1997 واللي أخذت قرار بأنه بفطرش، حولوها للمجمع والمجمع بعدريش. أنا قرأت قراره، أخذت قراره لما قال بدنا ندرسها. ممكن يكون أخذ، يعني أنا ما عنديش علم، إذا عندك علم أنه أخذ ممتاز. إذا أخذ المجمع الفقهي بأنه البخاخ الربو بفطرش ممتاز. الحبة من تحت لسان، ما هو هذه احنا هلكت في رمضان، احنا الحبة اللي تحت لسان هذه من زمان افتى فيها المجمع انه لا تبطل الصيام، ومفسر لكم اياها في رمضان ليش لا تبطل. خلينا نرجع لموضوعنا. اذا الاختلاف طالما انه لحظة بكفي انه يكون اهل علم؟ لا. اليوم اهل علم بيبيعوا في السوق الفتاوى، بيبيعوها للي بدفع. هذول اهل علم. هذا ليش هو ابليس مش اهل علم؟ ليش هم المستشرقين مش اهل علم اللي بيؤمنوش في الاسلام من اصله يفتونا برضو؟ لا، ما لازم يكون موثوق وموثوق، والله سبحانه وتعالى بيكشف لكم اياهم هذول اللي بيلعبوا وبيبيعوا وبيشتروا في الفتاوى. بيخليهم مش مغطيين بفضحهم. وبعدين انت هيك خذ من اهل الاختصاص. وانا مش عارف يعني فعلا بيروح على طبيب مختص، كين قال له الطبيب المختص انا بدي افتح بطنك وقلبك هذا بدنا نظبطه، بوافقه. وانت يا شيخ باسم موافقت اصلا؟ مش هيك؟ طيب ليش اهل اختصاص؟ اهل اختصاص. اما والله يجوك الناس من الشارع، شو من الشارع؟ هذا اهل اختصاص. فطبعا اهل الاختصاص دائما هم حتى لما بيختلفوا، وممكن اطباء يقولوا ايش؟ لا مش موافقين على العمليه. واحنا مرات بنلاحظ فعلا بعضهم بيقول لك لا انا بنصحكش بالعمليه، بعضهم بيقول لك انا بنصحك بالعمليه. طب حيرتونا، فهمونا. والله انت حر، خذ روح شوف لك اخرى كم واحد ورجح. اقول لك يعني شوف، ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش، خلاص ماشي الحياه بهالطريقه هاي. بس وين؟ مين اللي اختلفها؟ مين اللي اختلف؟ ولذلك واحد تضربه سيارة في الشارع، يهجموا الناس، يهجموا الناس، ويبدأ واحد يعالج فيه مشان قال ينقذه. بعدين اكتشفنا انه هذا اللي كان، ومات الزلمة، مات. بعدين اكتشفت الشرطة ان اللي كان يعالج فيه مش طبيب. شو بعملوا فيه؟ او اكتشفوا انه طبيب. اذا اكتشفوا انه طبيب الله يبارك فيك، يعني قدمت اللي عليك، انت ما انت مختص اصلا، تمام. اما اذا كانوا مش طبيب ما بتبهدل، بصير هذا شروع في القتل، هذا مش هيك؟ تفاصيل طويلة هاي. ليش هذا يطبق لازم كمان في الشريعة؟ قاعدين لليوم اي ناس بنطوا وبيفتوا، وكين قال لك هذا حديث ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعف فلان. طب انت اللي ضعف فلان، هذا اللي بكتب لك الان انه الحديث ضعيف، انت بتقدر تحكم
انه هو وهو يتكلم عن ضعف الحديث كان صادق ولا بيعرف ولا بيعرفش، يعرضها على اهل الاختصاص هم بيردوا عليك بيقولوا لك انه ضعيف ولا مش ضعيف، وانه هذا الرجل وين انه صح قاعد بناقش الموضوع. اما انت كيف انت الان لو اجي واحد عارض عليكم دراسة في تصحيح حديث وصرتوا تقولوا فيه، ايش يدريكم في الموضوع اذا مش مختصين؟ ايش يدريكم؟ ضعفوا وهي بضعف وهي بيقول انه ضعيف، ايش دريني انا انه صح؟ انا بروح لاهل الاختصاص. هذا معنى الكلام. اذا طيب يبدو انه راح تطول معنا موضوع الدجال لانه بدنا نتعرف عليه مين هو الدجال هذا. على كل من ناحيه احنا كنا متحدثين في الدرس الماضي، بدي اضيف شوي الان. اولا كلمه الدجال، ايش هو الدجال؟ ايش هو الدجال؟ لحظه، الدجال المسائل التاليه: كذب، تغطيه، تمويه. كمان مره اذا مشان نفهم، دجال كذب، تغطيه، تمويه. مش اللي بيموه علينا كاذبا بنقول عليه دجال؟ اللي بيموه علينا كاذبا بنقول دجال؟ بدنا ناخذ في عين الاعتبار انه هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه، ومع ذلك جعلوا لي حضارات، مره بريطانيا ومره كذا. ولما الرسول قال مثلا شعره اجعد، يعني البريطانيين شعرهم اجعد، انا بعرف مالس بشكل عام ماشي وافحج الرجل في مشيته ولونه وصاف عينه وضخامة جسده، ويقتله مسيح ابن مريم، يقتله المسيح ابن مريم بصيره. لكن بتلاقيهم الاحاديث الضعيفة الصحيحة صاروا يحاولوا يقولوها، والضعيفة بيمسكوا فيها والموضوعة كمان. طيب المهم الدجال فهمنا ايش دجال، هاي اول واحد. ثم هو الاعور الدجال، المسيح الدجال. طب ايش المسيح؟ ايش المسيح؟ ما هو برضو اللي بده يقتله مسيح، وهذه مسألة ملفتة الانتباه. على كل بعض الناس بقولوا انه زمان في الديانة اليهودية كان لما بدهم يمسحوا ملك، يعني نصبوه يكرسوه ملك، يمسحوه بالزيت كطقوس من الطقوس الدينية الكهنة يعني. ولذلك احنا على فكرة الان صرنا نعبر نقول مسحوه قسيس، مسحوه ملك. شو يعني كرسوه؟ كيف يتم التكريس؟ عبر نقول طقوس معينة. كان من ضمن الطقوس زمان ايش؟ المسح. بس هذا مش معناته انه المسيح مأخوذ من هذا الكلام. المسيح انو مسيح؟ مسيح الدجال ولا المسيح عليه السلام؟ المسيح عليه السلام اصلا تسمى مسيح قبل ما ينولد. مين بيعطيني الدليل؟ قبل ما ينولد: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. والعجيب انه اسم ثلاثي، ثلاثي الجماعة بثلثه، وهو النبي الوحيد اللي اعطاه اسم ايش؟ ثلاثي، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، ممسوح بالزيت. ممسوح ليش؟ هو كل ملك كان يمسحوه بالزيت يسموه المسيح، كل ملك كان يمسحوه بالزيت في الطقوس يعني بسموه المسيح. ما خلص بيمسحوه بسموه الملك، بيمسحوه بسموه البابا، مش هيك؟ ما مش هيك. اما شو هو المسيح؟ اكيد فيها مسح. على فكره مسيح فعيل بمعنى، لحظه، قتيل بمعنى مقتول، جريح يعني مجروح. طب مو مسيح؟ ممسوح. مسيح يعني ممسوح. وسبق قلنا اذا بتذكروا انه الاسم العلم للمسيح عليه السلام عيسى. كيف بنعرف انه شو اسمك انت؟ عفوا محمد مثلا، هذا اسم العلم. علي هذا الاسم العلم، واسم العلم عيسى. عيسى الدليل انه لما بذكروا الله سبحانه وتعالى بين الانبياء شو بقول؟ عيسى. بقولش لا المسيح ولا ابن مريم لما بذكر بين اسماء الانبياء. اثنين، لما بينادي بقول له يا عيسى. اذا العيسى ايش هي؟ الاسم العالم. والان شو معناها؟ هذا موضوع مش موضوعنا. اسمه المسيح، ولاحظوا الممسوح يعني عيسى، الممسوح عيسى. اذا هذه صفة كنها،
اذا هذه صفه، ما هو ممكن تسمي بالصفه انت، ممكن تسمي بالصفه الجميل، الجميل الفاروق عمر، عمر الفاروق، مش هيك؟ مش هيك؟ وبالتالي المسيح عيسى ابن مريم، ابن مريم. انا بفهم مسألتين، المسألة الاولى هم بيقولوا ابن الله، مش هيك؟ وبقول لهم ابن مريم، معناته على فكرة من بويضتها اكيد، من بويضتها اكيد، مدام ابن مريم، ابن مريم. على فكرة لنفرض انه اخذنا احنا مشان نكون ادق شوي، لنفرض اخذنا حيوان منوي من الزوج والبويضة من زوجة ولقحناهم وحطيناهم في الزوجة الثانية، ما هم متجوز سنتين، هم اخذنا منوياته من الزوج واخذنا بويضة زوجة وغرسنا في الزوجة هذيك العقيم، هل يجوز شرعا؟ طبعا لا يجوز، هذا اولا لا يجوز. يفرض عملوها يا اخي، يا اخي عملوها، فهو ابن مين؟ فهو ابن مين؟ يلا افتوا اشوف. ايوه، كل الايه ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، مش صاحبه البويضه، مش صاحبه البويضه، ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، ام اللي ولدته، فبالتالي ما يعملوهاش يعني، لانه في النهايه ام اللي ولدته. مش يقول هاي ام اللي اخذنا منها البويضه، مع انه لا يجوز اصلا، والمجمع الفقهي بت الموضوع هذا، اعطى عده صور في 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 هذه المسائل. اذا انه ني لما نزلت ما كانش في هذا الكلام، ولا شو معنات ان ما كانش، ما كانش، بس رب العالمين اللي يقول، شو يقول؟ تحكي عن انسان بقول لازم، ممتاز ممتاز، بقول له امك اللي ولدتك، ممتاز، بس مش وارد هذا القياس الحديث، هاي اختلف الفقهاء، ولذلك هاي اختلف الفقهاء. ولذلك يا شيخ اظن بعض المجامع الفقهية في يوم من الايام زمان قديما قالوا انه امه اللي صاحبة البويضة، ليش امه صاحبة البويضة؟ طالما القرآن بيقول ان، وهون لايش عم بحصرها، عم بحصرها، ان امهاتهم الا بس هذول، بس هذول الا اي ولدناهم، فيش احتمال ثاني، فيش احتمال ثاني، لاحظوا التعبير، ان امهاتهم الا، شفتوا؟ ان امهاتهم الا لائي ولدناهم. كيف؟ وبالتالي الدين عفوا بما في القران ما بيعلمش، يعني بيعلم بالدجال وبيعلمش انه بدهم يجوا يوم هم يصير عندهم هذا، وهو اصلا كيف قدروا يعملوا هالكلام؟ لانه الله خالق انهم يقدروا، يعني هذا من امكانيات الكون. والله اللي بيخبرنا عن اخر الزمان ما بيعلم وين بدهم يوصلوا البشر، ويجي يقول لنا ان، مع انه انت وافقت مجمع فقهي بجوز او ندوة، بس هذا غير صحيح، ان امهاتهم الا، شوفوا هالتعبير، الا اي ولدناهم، واللي بنولد من آلة، ايوه اللي بنولد من آلة، يا شيخ جمعة ام الآلة، ايوه نعم، بدليل انه لحد الان البشر مهما تطوروا في العلم، لعلمك مهما تطوروا في العلم، اذا قدروا يحتفظوا في الزيجوت بين الحيوان المنوي والبويضة بيحتفظوا فيه قديش يا عماد؟ لا انا بقصد لما يحصل الزيجوت فترة بسيطة، بعدين بياخذوه وين بيحطوه؟ لحد الان وين بيحطوه؟ في رحم امرأة. ما فيش حدا بزعم لحد الان انه قدروا، ليش هم ما حاولوش؟ هم البشرية ما حاولتش انه ناخذ الجنين البويضة، هاي لا هم مخترعين الحيوان المنوي ولا هم مخترعين البويضة، بيجيبوا الحيوان المنوي بيزوجوه مع البويضة، طيب تفضلوا انتوا وفروا شروط الرحم، بيعرفوا هم الرحم، بيعرفوا رحم المرأة شو بيلزموا، درجة حرارة شو بيلزموا، رطوبة شو بيلزموا، عارفين كل صغير وكبير، طيب اعملوا رحم بآلاتكم هاي اللي بتكلف 20 مليون، مستعدين يدفعوا اكثر من 20 مليون و50 يعملوا آلة زي الرحم اللي في الاخير يطلعوا واحد يقولوا امه فلانة، وبعدين بنحل لهم اياها احنا المشكلة وقتها. الآلة هاي لحد الان يا شيخ جمعة البشر متواضعين، وهذا سر ما يمكن الا يكمل في امرأة
لا يمكن لحد الآن إلا يكمل في إمارة، غير هيك مقدروش. وانتوا الآن في القرن 21، وانتوا الآن في القرن 21، فإحنا منظلنا في السليم عبين ما يطلعونا فيها يا شيخ. آه بعدين منشوف الفتوى، هي بدها فتوى منفتيها وحينها. آه فهون آه شو اللي جاب هالكلام؟ آه فهو ابن مريم، دير بالكم هاي أول واحدة، هو ابن مريم من جهة إنه مش ابن الله، ومن بويضتها كمان. والملك لما أجا نفخ، إيش معنى نفخ؟ ومش نفخ فيها فقط، في فرجها كمان، في نص القرآن، يعني معناته عمل عملية عملية. والنفخ طاقة، واضح إنه طاقة. شو عمل الملك إذن؟ انتبهوا الآن، شو عمل الملك لما نفخ؟ نفخ في مريم، مش جاء وحط هو ابنها. اه انا صح حكيت، بين ليش انا جبت امهاتهم، لانه ممكن واحد يرد علي يقول لي لا مش من بويضتها بس لانها ولدته. حجه قويه كمان مره، انه ممكن يكون بث فيها عيسى، بث فيها عيسى بس مش من بويضتها. باجي بقول له كيف، طيب كيف هي ابن مريم؟ بقول لي لانه ان امهاتهم الا لا ولدهم. بيمشي إذا بدي أرد على حالي يعني في الموضوع هذا. فهي ابن مريم، إذن هو ابن بشر، تمام. حتى اللي بترضعه ما هو أصلا بتصير أمه في الرضاعة كمان، مش بس اللي بتولده، بس بصير اسمها إيش؟ أم في الرضاعة، أم في الرضاعة، يعني منبين. وإذا قلنا أم معناته في الميلاد، إذا بدنا نبين أنه ألحق بالأم في الرضاعة من كل الرضاعة. طيب كم باقي؟ طيب عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم. بدنا نشوف ان شاء الله المسيح، لانه المسيح الدجال برضو ليش مسيح؟ قالوا لانه عينه ممسوحة. طب هناك يعني المسح بالزيت هو المسيح قبل ما ينولد كمان، لما سموه مسيح، وهذا لانه ممسوح العين، ممسوح العين. طب هو عينه ممسوحة فعلا بس سمي المسيح لانه ممسوح العين؟ هو اصلا سمي المسيح الأعور والمسيح الدجال والأعور الدجال والأعور الكذاب والأعور والعور. فهمنا شو هو العور؟ النقص والعيب، فهمنا العور في المرة الماضية. ولذلك سميت العين اللي بروح ضوءها بالمرة عوراء، لأنها أصلا هي فيها نقص كامل كمان، فهي أصلا إذا في عورة هي، بس مش العور يعني إنه فقط الذهاب نور العين، لا، أي عيب، أي عيب في الجسد هو عور. العيب يعني اللي له معنى، العيب اللي له معنى هو عور. ومن هنا قلنا في موضوع العورة، في موضوع العورة وناقشنا هذا الكلام في المرة الماضية. ولكن بدنا نشوف ليش هدول المسيحين، ليش هدول المسيحين اللي بينزلوا بتقابلوا، واحد بقتل الثاني، مسيح الحق بقتل مسيح الضلالة، اثنين مسيح. والأحاديث بتقول مسيح مش مسيخ، حتى لو في حديث واحد بقول مسيح، أكثر أحاديث شو بتقول؟ مسيح، مسيح. اه فايش القصته؟ مين هو؟ لانه في غموض. بعدين مين ابوه اصلا؟ مين ابوه؟ في غموض. منين يخرج؟ اولا لاحظوا، يخرج من خراسان، وخراسان اليوم لعلمكم، خراسان التاريخيه تتضمن جزء من افغانستان، جزء من ايران، جزء من تركمانستان، بشكل هذه خراسان. اذا يخرج من خراسان، أي واحد يخرج من يهودية أصفهان، إذن هو يهودي من يهود أصفهان، يهودي من يهود أصفهان، هذا أول خروجه. بعدين في حديث ثاني على فكرة شو بقول؟ خارج خلة ولا خلة هي؟ في أنا سمعت بعضهم بيقول خلة بس مش مستوعب ليش خلة، لا هي خلة. وفي اختيارية هون عنا، لما بيقولوا مثلا خلة العمية ليش سموها خلة؟ لأنها واطية. اها دققوا معي، اذا هلكت ليش قلت له خلة العمية؟ بعرفها مش هيك، مش فيه مش اسمها خلة العمية؟ اذا بسموها خلة لأنها ارض ايش؟ نازل نزول، وبجوز واقع بين جبلين يكون كمان، ها؟ واقع بين جبلين،
ومش مكشوفة مش هيك؟ هاي كمان ها شفتوا لأنهم المهم عرب يخرجوا أو مش يخرجوا خارج خلة بين العراق والشام. لاحظوا ما قالش خارج من الخلة، هناك من المشرق من بلد اسمها خراسان، من المشرق من يهودية أصبهان أو أصفهان اليوم برضو أصبهان وأصفهان، من يهودية أصفهان هو هذا الرجل. طيب خارج، شوف مش يخرج لأنه ممكن هون صار بعض الناس يلتبس عليه يقول خيرتونا من وين خرجه، من وين خرجه؟ لا، وما قالش يخرج من خلة بين العراق والشام، خارج خلة بين العراق والشام. إن شاء الله في المرة القادمة ما بعرف هو ممكن يكون قادمة وبعدها أساس نفصل نحاول نتعرف مين هو هذا، مين هو هذا وإيش قصته وليش هو مسيح وليش اللي بقتله المسيح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.